قال لي أحد العباد: كيف كانت توبتك؟ وهو ابن لبيد أو لبيد العابد. قيل له: كيف كانت توبتك؟ اسمع كيف تاب إلى الله جل وعلا هذا الرجل. يقول: لدغتني حية ثعبان، لدغتني فيقول فلم أحس بالألم، ما أحس بالألم. يقول: وبعد فترة لم أشعر بيدي، انشلت يده اليمنى. يقول: وبعد أيام انشلت يدي الأخرى. يقول: وأنا ما أدري ما الذي أصنع وما الذي أفعل. يقول: ومرت الأيام فانشلت إحدى رجلي ثم الأخرى. يقول: فطرحت على الفراش لا أستطيع أن أحرك جسمي كله. يقول: ومرت الأيام فعمي بصري. يقول: وطال علي الأمر فتوقف لساني عن الكلام. هل بقي فيه شيء؟ يقول: لم يبقي الله عز وجل إلا على سمعي. يقول: أسمع ما يسوءني وأنا على الفراش. يقول: عندي زوج يقول يسقوني وأنا غير عطشان، وأعطش فلا أرتوي، وآكل وأنا شبعان، وأجوع فلا أطعم، وأكسى وأنا. يقول: هكذا أذوق الويل والمر والألم. يقول: حتى جاء يوم من الأيام، اسمع ما الذي حصل له، جاءت جارة لنا، يسمع كل كلام حوله ولا يرى ولا يستطيع أن ينطق ولا يتحرك. يقول: جاءت جارة لنا فسألت زوجتي: كيف حال زوجتي؟ فقالت الزوجة: اسمع، هو على الفراش، واسمع إلى ألم هذه الكلمة، هي أشد من المرض نفسه. قالت: لا حي فيرجى ولا ميت فينسى. يا ليته مات فننساه، ولا حي فنستفيد منه. لا حي فيرجى ولا ميت فينسى. يقول: فتألمت من هذه الكلمات حتى انهمرت دموعي وأنا أبكي على الفراش. يقول: فلما جاء آخر الليل، يقول هو يسمع ولا يستطيع الحديث، يقول: دعوت الله جل وعلا واجتهدت بالدعاء يدعو بقلبه. يقول: وأنا أبكي وأدعو الله وأستغيث بالله وأتوسل إلى الله. يقول: فجاءني ألم شديد في جسمي، أنهكني الألم. يقول: حتى أغمي عليه. يقول: وبعد ساعة استيقظت من النوم ووجدت يدي على صدري. يقول: فحركتها فإذا هي تتحرك، ويدي الأخرى تتحرك، ورجلاي. يقول: فقمت على جسدي وأنا أتكلم، ففتحت الباب فنظرت إلى النجوم وأنا أقول: يا قديم الإحسان لك الحمد، يا قديم الإحسان لك الحمد. وأنا ألتفت إلى من حولي وأقول: لربي الحمد، لربي الحمد. أمن يجيب المضطر إذا دعا. الكافر إذا اضطر استجاب الله له، الكافر إذا ضاقت عليه الأمور وأخلص الدعاء استجاب الله له، كيف بالمؤمن؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا. يقول لي المسكين، قال لي الطبيب: مرضك لا شفاء له. قلت له: كذب الطبيب، فما من دواء ما من داع إلا أنزل الله له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولكن هل طرقت باب الله؟ وهل استغفت بالله؟ وهل جربت الدعاء من القلب؟ امرأة أصيبت بالصرع فتأتي إلى الرسول فتقول له: يا رسول الله ادعو الله لي. قال: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: بل أصبر، إذا كان الأمر فيه جنة فأصبر وبشر الصابرين الذين إذا طابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.